علاقتنا مع مدربي الممتاز بي والدرجه الثانيه، اي لعيب 2003 بيلعب في اتصالات بيننا وبين المدربين، اي لعيب 2003 احنا بنتابعه. يمكن احنا معانا لعيبه، انا معايا لعيب من تليفونات بن سويف، في لعيبه جبناها من انديه في وجه بحري، جبنا من ديكيرنز، جبنا من جزيره الورد، جبنا من قطور، يعني في اي حد بيظهر وبنشوفه احنا بنجيبه، يعني ما بيفرقش معانا هو في نادي ايه، بس اهم حاجه بيبقى امكانياته. الولد بيشتغل مع الفريق الاول، دي حاجه مهمه جدا ان يكون بيشتغل مع الفريق الاول وهو في السن ده، بيبقى عنده خبره كويسه، عنده احتكاك، عنده برضه التكوين الجسماني مهم جدا بالنسبه لي. الحاجات دي كلها بنبص لها، واي لعيب يكون عنده المميزات دي ما بنتاخرش ان احنا نضمه ان شاء الله. المعسكر ده طبعا الكابتن محمود، يعني انا عايز برضو اوضح حاجه، ان كل لعيبه 2003 و2004 او السن اللي هو متاح لنا في المعسكر بنشوف كل الناس على مستوى انحاء الجمهوريه، كل المناطق ودوري الدرجه الثانيه، واللعيبه اللي هي اللعيبه بتلعب في الفريق الاول في الدرجة الثانية والدرجة الثالثة. فالحمد لله يعني كابتن وجهاز الفني عاملين مسح شامل لكل السن ده. وطبعا احنا لسه في مرحلة اعداد، لان انت البطولة النهائيات هتتلعب هنا في القاهرة، نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة اللي هي مؤهلة لكأس العالم في اندونيسيا ان شاء الله 2023. فالسنة دي كلها احنا بنجهز ليها بشكل كويس، والمعسكر اللي احنا فيه دلوقتي من ضمن مرحلة الاعداد او فترة الاعداد. كابتن بيكلم مديرين الفنيين في معظم القطاعات وفي معظم الأندية، بيرشحوا لعيبة بنشوفها. احنا الفترة اللي فاتت اشتركنا في بطولتين، البطولة العربية كانت هنا في مصر، والبطولة شمال أفريقيا كانت في تونس الشهر اللي فات. الحمد لله وقفنا على قوام أساسي للمنتخب الفترة اللي فاتت. النهاردة في يومين عاملين شفنا البطولة الجمهورية والممتاز به واللعيبة اللي شفناها شايفينه بنتعرف عليهم عن قرب. يعني النهاردة يومين في القوام الأساسي أو العناصر الرئيسية بتاعت المنتخب، ان شاء الله مكملين معانا في معسكر في فتره توقف بطوله الجمهوريه، استعدادا برضو للمباريات اللي جايه والبطولات ان شاء الله القادمه باذن الله. طبعا عندنا هنا في منتخب الشباب 2003 عندي حوالي، مثلا انا واخد حوالي 10 حراس مرمى، طبعا كلهم ما بيجوش مره واحده، انما عامل على فترات معينه كده، بجيب كل مره اجيب اربعه فيهم، انما عندي حاجات ناس اساسيين يعني موجودين عندي بصفه اساسيه اللي هو القوام الاساسي بتاع المنتخب. بشوف حراس مرمى النهارده جداد من سموحة، مروان، من اسماعيلي، عبد الله، من امبي موندي، يعني عندي ناس كتير جدا، عندي عادل امين من البتروجيت، عندي حراس مرمى جيدين جدا ان شاء الله. طبعا لسه على التصفيات ان شاء الله، وتعرف طبعا السن ده فيه تغيرات كتير جدا بتتغير، ممكن النهارده كويس ممكن بكره مش كويس، فطبعا لسه هنقف على مستوى الحراس. انما عندي طبعا قوام اساسي، ده معروف طبعا في كل الانديه وفي كل المنتخبات ان في قوام اساسي، فالحمد لله احنا بنشتغل، وان شاء الله نشوف شناوي جديد وحضر جديد وشوبير جديد وثابت واكرام جديد.